أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، ألقاكم اليوم مع تدريبات فرع جديد وهو النحو. تعالوا معا لنرى هذه الأسئلة. التدريب الأول: نالت مكة شرف وجود بيت الله الحرام فيها؟ كلمة بيت هنا إعرابها مفعول به، نائب فاعل، مضاف إليه، بدل مجرور. بالطبع هي مضاف إليه، وجود بيت، وجود بيت الله الحرام. السؤال الثاني: دعا إبراهيم عليه السلام الناس بمن فيه إلى الحج فأقبلوا. كلمة فيه هنا جار ومجرور أم مضاف إليه مجرور بالكسرة أم مضاف إليه مجرور بالفتحة؟ والخيار الأخير مضاف إليه مجرور بالياء. هي بالطبع مضاف إليه مجرور بالياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة وجاء مضافا إليه. الثالث: فهلما أيها المسلمون إلى حج بيت الله الحرام؟ كلمة هلم إعرابها فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل ماض، اسم فعل مضارع. بالطبع هي اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا أو تعالوا. نحن المسلمين تهفو نفوسنا دوما إليه. كلمة المسلمين جاءت في سياق أسلوب الاختصاص. الخيار الأول خبر مرفوع بالواو مفعول به لفعل محذوف، مبتدأ مؤخر، بدل من الضمير منصوب. بالطبع هي مفعول به لفعل محذوف، تقديره أعني أو أقصد أو أخص. السؤال الخامس: فأعظم بمكة مكانا. كلمة أعظم هنا بالطبع هو أسلوب تعجب، اسم فعل أمر أم فعل أمر أم فعل ماض جاء على صيغة الأمر للتعجب أم اسم تفضيل. بالطبع هنا فعل ماض جاء على صيغة الأمر للتعجب. السؤال السادس: ما أنبل قائل الحق عند جعل المتعجب منه مجرورا؟ وبالطبع هنا المتعجب منه هو كلمة قائل، ما أنبل قائل الحق. عند جعل المتعجب منه مجرورا تصير الجملة: ما أنبلك من قائل بالحق، أنبل بقائل الحق، أنبل بأن يقال الحق، أم ما أنبل من قال الحق. الخيار الصحيح هنا أنبل بقائل الحق. لا ذو رأي مخالف منبوذين. الجملة خطأ وصوابها لا ذو رأي مخالف منبوذون أم لا ذوي رأي مخالف منبوذين. جيم لا ذوي رأي مخالف منبوذون، لا ذوات رأي مخالف منبوذون. بالطبع الإجابة الصحيحة هي لا ذوي رأي مخالف منبوذون، حيث جاءت كلمة ذوي اسم لا النافية للجنس وهي مضاف، لذا جاءت منصوبة وعلامة نصبها الياء. التدريب الثاني: إن العمل حياة ونحن بني العروبة نحب العمل. نوع المختص هنا مفرد أم معرفة أم مضاف إلى معرفة أم شبه جملة؟ طبعا كلمة بني العروبة هنا جاءت مضاف إلى معرفة، مضاف إلى معرفة. السؤال الثاني: حيث ما يوجد العمل فثم الحيوية. العمل إعرابها هنا جاءت بعد فعل مبني للمجهول كلمة يوجد، مبتدأ مؤخر أم خبر مرفوع أم فاعل مرفوع أم نائب فاعل مرفوع. نعم هي
نائب فاعل مرفوع. السؤال الثالث: اعمل أيها الطالب تنعم بحياة أفضل. كلمة أفضل هنا اسم تفضيل، النعت مجرور بالفتحة، نعت مجرور بالكسرة، الأولى والثانية. كلمة أفضل هنا جاءت اسم تفضيل، ولكن ما يعربها هي نعت مجرور بالفتحة. إذن الإجابة الصحيحة الأولى والثانية، هي اسم تفضيل وجاء هذا الاسم نعتا مجرورا بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. حذاري التواكل، حذاري اسم فعل، أمر، ماض، مضارع، ماض جاء على صيغة الأمر، بالطبع هو اسم فاعل أمر بمعنى احضر. فلا حياة للكواكب، كلمة حياة هنا في هذا المثال إعرابها اسم لا منصوب بالفتحة، اسم لا مبني على الفتح، اسم لا مرفوع بالضمة، مبتدأ مرفوع بالضمة، بالطبع هنا جاء بعد لا النافية للجنس وجاء مفردا كما اتفقنا، فهو مبني، اسم لا مبني على الفتح. ما أمتعك يا لغة الضاد؟ المتعجب منه هنا كلمة الضاد أم لغة أم الكاف، الضمير الذي جاء بعد الفعل أمتع، أم كلمة أمتع نفسها؟ بالطبع هي الكاف في الجملة، ما أمتعك يا لغة الضاد، لأنها جاءت بعد فعل التعجب، فهي اسم متعجب منه. السؤال السابع والأخير في التدريب الثاني، كلمة التواكل يكشف عنها في مادة، بالطبع نكشف عنها في مادة وكلة. التدريب الثالث، السؤال الأول: ما أجمل أن يسود العدل بين البشر؟ المتعجب منه أن يسود أم كلمة العدل أم البشر أم كلمة ما؟ ما أجمل أن يسود، المتعجب منه هنا أن يسود. فلا تفرقة بسبب اللون أو الجنس أو الدين. كلمة تفرقة هنا إعرابها اسم لا منصوب بفتحة ظاهرة، اسم لا منصوب بفتحة مقدرة، اسم لا العامل عمل ليس مرفوع، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. بالطبع هنا جاءت كلمة تفرقة بعد لا النافية للجنس وجاءت مفردة، لذا فهي اسم لا العاملة، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. الاختيار الصحيح هو د. السؤال الثالث: أنعم به من رجل. الهاء في كلمة به إعرابها ضمير مبني في محل جر أم ضمير مبني في محل رفع فاعل أم ضمير مبني في محل جر على اللفظ ورفع على المحل أم فاعل مجرور؟ بالطبع هي ضمير مبني في محل جر على اللفظ ورفع على المحل. لا في الشرق ولا في الغرب إنسان يرضى بالتمييز العنصري. سبب إلغاء عمل لا، لماذا ألغي عمله؟ تقدم الخبر أم الفصل بينها وبين اسمها أم دخل عليه حرف جر الأولى والثانية؟ بالطبع هو هنا فصل بين لا واسمها، وهو كلمة إنسان لا في الشرق ولا في الغرب إنسان، فصل بين لا واسمها فاصل، هذا الفاصل كان هو الخبر الذي تقدم على المبتدأ، لذا الإجابة الصحيحة الأولى والثانية. شتان ما بين العناية والإهمال. كلمة شتان فعل ماضي مضارع
أمر ماض جاء على صيغة الأمر، بالطبع هو اسم فعل ماض لأنه يدل على المضي، شتان هنا بمعنى بعد. لا هاد قومه مكروه، الجملة خطأ وصوابها لا هادي قومه مكروه، أم لا هادي قومه مكروها، أم لا هادي قومه مكروه، أم الأولى والثالثة. إذا نظرنا إلى هذا المثال لا هاد قومه، هنا في هذه الجملة خطأ. هل هذا الخطأ عند تصويبه تصبح الجملة لا هادي قومه مكروه، أم لا هادي قومه مكروه؟ الإجابة الأولى والثالثة. الأولى والثالثة، في الأول اعتبر اسم لا المفعول الجنس هنا مضاف، فحذف من اسمها التنوين لا هادي قومه مكروه. في رقم جيم لا هاديا قومه مكروه، اعتبر اسم لا هنا النافيه للجنس شبيها بالمضاف فبقي التنوين كما هو. السؤال السابع، كلمه الاخاء يكشف عنها في ماده اخايا ام اخوى ام اخا ام اخوه، بالطبع نكشف عن الاخاء في اخوى. شكرا لكم واتمنى منكم التواصل معي اذا كان هناك اي استفسار. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.